مساء الخير لكل الساده المشاهدين في مصر وخارج مصر. اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج اكلات وتكات الشيف حسن على قناه الحياه. زي ما عودناكم تقدروا تتواصلوا معانا من خلال صفحه قناه الحياه على الفيسبوك او من خلال اي رقم تليفون ارضي على 38550017 من جميع محافظات مصر ومن جميع انحاء العالم لو زودت مفتاح فتح مصر. نحن مستمرين في مهرجان باك تو سكول عندنا مش في اي حته ثانيه. تعالوا نعرف المنيو بتاعنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل عجينه الفتاج ونطلع منها باتيه. الباتيه ده مفتوح عليكي واشكاله مفتوحه ليكي. تعملي بالجبنه، تعملي بالبسترم او بالهوت دوج او بالتونه او باي لحمه بارده او باي حاجه تعمليها. تعالي نعمل العجينه بتفاصيلها عشان نطلع معانا عجينه فتاج مورقه 1000 ورقه او طبقه او طبقه وتعملي بيها اللي انت عايزه. لازم نستعمل دقيق نمره 1 جميع الاستعمالات. زي ما انت شايفه انا جبت كيلو دقيق جميع الاستعمالات في اكياس مكتوب عليه دقيق جميع الاستعمالات. علي اهم حاجه دي احطها في العجان بتاعتي واروح حاطه لها 1 عصير ليمونه عشان لو الدقيق فيه رطوبه. خدي بالك من دي اهو، 1 عصير ليمون عشان لو الدقيق فيه رطوبه. وعندي نص كميه الدقيق ميه، نص كميه الدقيق ميه، خدي بالك من ده. واحده واحده كده اعجنيه كويس قوي، وبعد كده نص معلقه ملح، نص معلقه ملح. خطواتك كده كلها قدامك اهو. يبقى انا حطيت كميه الدقيق معلقه من عصير الليمون، نص كميه الدقيق ميه عشان اعجنها، وبعد كده بجيب من كيلو زبده لثلاث ارباع كيلو زبده اعمله على شكل بلوك. واحده واحده كده، اهم حاجه العجينه زي ما انت شايفه تسمغ. اول ما تسمغ كده بديلها نص معلقه ملح عشان الرطوبه برده، خدي بالك الملح وعصير الليمون عشان الرطوبه، وارفع عليها عشان اخدمها. واديها استقساء الميه الاخير عشان تسمغ وتلم كلها مع بعض. وارفع العجينه عشان تسمغ معايا وتبقى زي الفل. التكنيك بتاع عجينه الفتاج اللي هطلع منه كل انواع البتات. طب يا حسن ما فيهاش خميره ولا بيكنج باودر؟ ما فيهاش خميره ولا بيكنج باودر. كل التفاصيل قدامك اهو. استقساء الميه واحده واحده، العجينه بدات تسمغ عشان تخدميها وتطلع معاكي زي الفل. اهم حاجه تعجنيها 3 دقائق على السرعه الاولى و4 دقائق على السرعه الثانيه عشان تبدا تتجانس معاكي. استقساء ميه افتحها سنه. خدي بالك من التكنيك، واحده واحده انا ماشي معاكي واحده واحده اهو. تعالى على ما العجينه تتخدم بعمل ايه؟ بجيب 3 ارباع كيلو زبده نيوزيلندي او كيلو زبده نيوزيلندي، كيس من فوق وكيس من تحت زي ما انت كده، احط تحتها كيس وفوقها كيس، واجيب النشابه المردنه وافردها بسمك نص سنتي زي ما انت شايف كده. بعد ما افردها كده بالنشابه بتاعتي كويس ادخلها الثلاجه تاخد تبريد. خد بالك من النقطه دي اهو. صباح الفل يا استاذه زينب وكل حبايبنا في اسوان. انا بحبك قوي يا شيخ، ربنا يخليك ليا يا زينب يا عسل. دايما والله بنتابع. صباح الفل يا غاليه. لو سمحت يا شيخ ممكن اعرف طريقه الكب كيك بالشوكولاته؟ حاضر، احلى كب كيك بالشوكولاته. وبكره ايه؟ الخميس ان شاء الله هتلاقي احلى مافن. بكره هنعمل لك بيتزا، وبعد بكره المافن الكيك بانواعه كلها عشان في المدرسه. تحت امرك. تعالى شوف هنا اهو، خلاص العجينة خلاص اتخدمت. بص زودت عليها القديمة عشان افردها. العجينة اتخدمت تمام، مش محتاجة حاجة خالص غير ان انا اخدها اوريها لك واريحها. عجينتي اهي قدامك اهو، تعالى بص على السور. بص العجينة نص مفتوحة نص مقفولة اهي، بص نص مفتوحة نص مقفولة قدامك اهو. واروح جاي لفاها كده اهو، هي معاك على شكل كورة. واقول صباح الفل يا عم حسين. ايوه السلام عليكم. مساء بركاته يا عم حسين يا غالي. صباح الفل عليك يا عم حسن. صباح الرضا يا عم حسين. يسلم ايدك وان شاء الله حلقه موفقه ان شاء الله. بدعاء حضرتك ربنا يخليك لنا يا عم حسين. الله يبارك لك وربنا يديك الصحه والعافيه. امين يا رب العالمين يا رب. تحت امرك يا غالي. الامر لله الله يخليك يا عم حسن. لا بسلم عليك عشان كنا مستنيك من بدري والله. بس صباح الفل صباح الفل. نارك قشطه يا عم حسين، نارك قشطه. بعد ما عجنت العجينه وخدمتها اغطيها بكيس بلاستيك نص ساعه. نص ساعه. تعالى نعمل حشوات. هتعملي بالتون، هتجيبي التونه قطع تصفيها مقل التخليل، هتدي له فلفل الوان للتونه، هتدي لها بصله حمراء، هتدي لها شويه ملح وشويه فلفل وتقلبيهم مع بعض عشان تعملي بالتونه. خطواتك اهو، خطواتك اهو زي ما انت شايف كده قدامك بالتونه. وبعد كده عندك جبنه شيدر، جبنه ايمنتال، جبنه موتزاريلا، قطعيها اصابع. تمام؟ قطعيها اصابع عشان نحشي. اما الجبنه البيضه، تعال نشوف التركات.
اجيب جبنه ملح خفيف او قريش، اطعمها زيتون، اطعمها زيتون، اطعمها بقدونس، والفها مع بعض. الجبنه هي ادخلها مع الزيتون، كل خطواتك كده كلها قدامك اهو. يبقى ده حشو الجبنه. عندي هوت دوج بريكفاست بتاع الفطار او الكبير، بص اهو قدامك اهو هوت دوج. عندك بسطرمه او تركي او بسطرامي زي ما انت عايز، شويه حبه البركه فوق، شويه جبنه زي ما انت شايف جبنه مبشوره، حبه البركه او شمشم او زعتر او بابريكا. لكن سائل التلميع بتاعها بعد ما الفها، بحط معلقه قهوه مركزه، بديلها شويه فانيليا وشويه سكر، وبديلها 2 عدد بيض او اصفر بيض زي ما انت عايز، اصفر بيض احسن. تروح جايه فصلاه زي ما انت شايف كده قدامك اهو، تفصل الابيض عن الاصفر، وبعد كده تروح جايه رباهم مع السكر والفانيليا والقهوه. ده سائل التلميع اللي هلمع بيه، وتحليها باللبن، كوبايه لبن كده، سائل التلميع موجود. يبقى عندي الحشو مفتوح عليكي، وادي سائل التلميع، وادي العجينه. سبت العجينه تستريح. بعد العجينه ما استريحت يا عم ياسر لمده نص ساعه، وجبت 3/4 كيلو زبده نيوزيلندي او كيلو زبده نيوزيلندي، عملتها على شكل بلوك سمك نص سنتي، وحطيته في الثلاجه. بعد ما اتاكدت ان عجينتي استريحت اعمل ايه؟ اجيب دقيق احطه تحت كده، خد بالك اهو، واروح واخد ايه البوله دي يا عم عصام، تقمر واحده واحده كده مع بعض، وارش فوقها دقيق وتحتها دقيق، وواحده واحده كده اهو افردها عشان البس فيها العجينه. العجينه دي ما فيهاش بيكنج باودر ولا فيها خميره، يعني مش زي عجينه الكرواسان خالص، دي عجينه الباف باستري اللي نطلع منها من الفي ونطلع منها البتاهات والسليزونات. كل العجاين قدامك، اهم حاجه افردي كويس كده اهو، وبعد كده اروح جايبها شمال واجيبها يمين عشان البس فيها البلوك بتاعي بتاع الزبده اللي انا فردته بسمك نص سنتي، وبعد كده نبدا نعملها. اهم حاجه العجينه دي برضو نفردها بسمك نص سنتي، ونخليها قد البلوك اللي في الثلاجه مره ونص عشان نقفلها. بعد ما فردتها كده قدامك اهو، تعالى اجيب البلوك بتاع الزبده عشان نشوف الكلام ده. هات يا شيف حسن يا صغير، واروح جايه منظفه العجينه دي زي ما انت شايف من الدقيق قبل ما احط فيها الزبده كده اهو قدامك يا تفاصيلك. واروح جايبه البلوك بتاعي قدامك اهو بتاع الزبده، احطه في النص كده واشيل البلاستيك منه. بص كده عليا، اهم حاجه اتاكد ان العجينه دي ما فيهاش من الحروف اي دقيق، واروح جايه قافله كده، واروح جايه قافله كده، وسحبه العجينه عشان تقضي. يا جمالك يا حركاتك يا تكاتك، واضغط عليها كده، واجي على دي فيها دقيق اهو، لازم انضفها. خطواتك كده عشان اعمل عجينه الباف باستري، بتطلع منها ام علي، وبيطلع منها السيليزونات، وبيطلع منها الابل باي والملفي، وبيطلع منها كمان البتهات. قفلي كده كويس، وقفلي كده كويس، وتروح جايبه دي كده هنا قلاها، وجايبه شويه دقيق تحتها كده اهو، خد بالك من التفاصيل، وتروح جايب تاني شويه دقيق فوقها. الدقيق اللي احنا بنشيله امتى؟ وبالراحه كده، بص ثبت ده بالراحه خالص، ثبت ده عشان تعمل احلى دفتر عجينه فيتاج بتفاصيلها. ثبت ده مع بعضه كده وقفلته، واحده واحده بتسايس ان الزبده تتجانس مع العجينه، ما تضغطيش عليها قوي، يا دوبك تزقي النشابه المردنه تمشي معاكي. تاكدي اهو بدات تمشي، اروح جايبه كده شويه دقيق فوق، واروح جايه قلباها وحاطه دقيق تحت فوقها تاني، وانا كده ثبت اللحام اللي تحت. واحده واحده ابداي افردي، العجينه تبدا تندمج مع الزبده، والزبده تبدا تندمج مع العجينه. هعمل الموضوع ده كام مره؟ 3 مرات بعد دي، يعني كل مره افردها وانضفها من الدقيق، واقفلها على شكل ظرف، واحطها في الثلاجه لمده ساعه تاخد تبريد، واطلع اكرر العمليه دي 4 مرات عشان تورق معايا. سبب التوريق ايه يا حسن؟ في الالف طبقه وطبقه، هي عمليه التبنيط، الفرد والتنظيف والتقفيل على شكل ظرف. بص العجينه لو انت بصيتي جواها كده، الزبده اندمجت جوه العجينه عشان تعملي عجينه فيتاج، تطلعي منها ملفيه بانواعه،
طلع منها معالي، طلع منها ابل بايت، طلع منها سليزون، طلع منها بتهات كتيره جدا مشتقات العجينه دي. اهم حاجه تروحي جايه واخداها كده اهو، شوف اللحم، لحم فين بقى يا جمالك، شوف اللحم اللي احنا عملناه الاول، لحم اهو، اروح جايه منضفاها من الدقيق كده الاول، وتعالى نقفلها على شكل ظرف والفها بالشكل ده كده قدامك اهو قصاد بعض، وتاكدي ان مفيش دقيق، لان الدقيق بيمنع التجانس بتاع الزبده والعجينه مع بعض، خدي بالك من النقطه دي. واروح جايبها كده واحده واحده اهو، وعادي اهو. يا ابو محمود يا غالي حبيبي يا ابو حسن، حبايبنا وكل السيده زينب منور الدنيا كلها. صباح الفل يا ابو محمود يا غالي، في مصر ربنا يديك الصحه. صباح الفل يا غالي، ربنا يخليك لينا يا رب. صباح الفل يا غالي، امورنا. طالب حضرتك، كنت طالب من حضرتك اللحوم المصنعه. حاضر، قلت لها هبقى اعملها. حاضر حاضر، من عندي يا ابو العندي. الولاد كل سنه وانت طيبين. وانت طيب وانت طيب. حاضر يا ابو محمود، ربنا يخليك لينا. حاضر حاضر حاضر. بص يا عم ياسر، اول بونت عملناها افردها كده اهو واغطيها وادخلها الثلاجه لمده ساعه، وبعد ساعه بفردها تاني بنفس التفريده وانضفها من دي واقفلها على شكل ظرف، واكرر العمليه دي كمان ثلاث مرات، بين كل مره ومره تخش الثلاجه لمده ساعه تاخد تبريد. تعالى بعد كده عملت اربع بنط، خد بالك من التركه دي عشان اطلعها بعد اربع بنط كده، واحدة واحدة بعد أربع بنط. تعالى بص على إيه؟ هنا أهو تلاتة وأربعة. إيه رأيك؟ شاطر أنا؟ شاطر أنا عجبك؟ عجبك؟ بص التبنيط يعني أربع مرات، كل مرة تنضفيها وتطبقيها على شكل ظرف وتغطيها وتدخلها التلاجة. آخر مرة جاهزة أهو، تحط تحتها دقيق وفوقها دقيق. كده بالشكل ده. وافرد بسمك نص سنتي، افردي بعد العجينه اهو بالشكل ده، يبقى العجينه بتاعت الفتاش جاهزه. تعالي نطلع منها البتهات بانواعها. بتهات عندي ايه؟ عندي تونه، عندي جبنه امنتال او جبنه شيدر او جبنه موتزاريلا، عندي جبنه بيضة، عندي هوت دوج بتاع الفطار او الكبير، عندي اي لحمه بارده، عندي سائل تجميع. بعد كده احشي والمع وادخل الفرن من غير ما اخمر، لكن التركات والحركات لها ناسها. انتظروني. وعدنا والسبيشال كله عندنا، بدانا حلقتنا بسم الله الرحمن الرحيم استكمالا للمهرجان. باك تو سكول عندنا مش في اي حته ثانيه، تعالى من عجينه الفتاج ونطلع منها بتهات للولاد في المدارس. عملنا العجينه، جبنا كيلو دقيق نمره واحد جميع الاستعمالات، اديته معلقه عصير ليمون، واديته نص كميه الدقيق وميه، وعجنته كويس بعد ما اتعجن، اديته نص معلقه ملح، وريحتها نص ساعه متغطيه، وجبت ثلاث ارباع كيلو زبده او نص او كيس فوق وكيس تحت بسمك نص سنتي، ودخلتها الثلاجه. بعد العجينه ما استريحت فردتها ونضفتها من الدقيق، وحطيت بلوك الزبده جواها وقفلتها، وبدات ايه اخلي الزبده تتجانس مع العجينه واحده واحده بدون ما اتعافي عليها. وفردتها بسمك نص سنتي، نضفتها وقفلتها على شكل حجاب، وحطيتها في كيس وحطيتها في الثلاجه، وكررت العمليه دي ثلاث مرات. بعد كده فردتها زي ما انت شايفه كده، واقدر احشي زي ما انا عايز. في الاثناء دي تقدروا تتواصلوا معانا من خلال صفحه قناه الحياه على الفيسبوك، او من خلال اي رقم تليفون ارضي على 3855 من اي 117 من جميع محافظات مصر ومن جميع انحاء العالم لو زودت مفتاح فتح مصر. هعمل بتيجي جبنه واروح حاطها عليها قطعه العجينه كده، واقفل كده واقفل كده، واكد اللحم ده، واروح جايبه سكينه، واروح جايه عامله لها بصمه كده وبصمه كده وبصمه كده وبصمه كده، وتعالى نحطها جنب اصحابها وبنفس الطريقه اهو، واحده واحده هلمع بسائل التلميع عشان اثبت زي ما انت عايزه كده قدامك اهو، واحده واحده كده احط العجينه، احط جواها الجبنه اي نوع من الجبنه، اصابع كده اهو، واضغطي عليها، وبعد كده لفي فيها كده اهو وبصميها بصميها. مش هتخمر؟ مش هتخمر. قدامك التفاصيل واحدة واحدة. أول نوع أهو، أول نوع أهو. أستاذنا الكبير لمعي بسائل التلميع عشان تمسك معاك أهو، واضغطي كده أهو، واضغطي كده أهو، وآخر حاجة كده أهو، وتبصميها كده أهو، وحطها كده، وآتي التانية أهو، اضغطي عليها كده كده أهو،
خد بقى صحيح وروح لفه كده اهو زي ما انت شايفه كده وبصامي تمام. تعالى بقى التركه المهمه، مش هتتخمر يا حسن؟ لا مش هتتخمر، اهم حاجه ثبتيها كده اهو قدامك. تعالى بقى بسائل التلميع، لمع لمع بسائل التلميع، لمع بسائل التلميع. وعشان اعرف ان دي جبنه، عشان اعرف ان دي جبنه اعمل ايه؟ هروح جايبه جبنه رومي اروح حطها عليها كده عشان ادلع عيالي، وتحطيها في اللانش بوكس بتاع ابنك او بنتك، او تفطري بقى الاستاذ قبل ما ينزل بالظبط كده، وخليه يدعي لك. تعالى دخلها الفرن. يا جماله 25 دقيقة، تعالى نعمل فكرة تانية. عندي ايه يا حسن؟ عندي الهوت دوج بريكفاست هوت دوج. يا استاذة ميرفت صباح الفل يا هانم. الفل يا مالك. نهارك قشطة يا حاجة ميرفت. صباح الباتيه والسلزون والبيكاش والجمال كله. والدلع كله. والدلع كله، يا تكاتك يا حركاتك يا باسل. يا جمالك يا حاجة ميرفت. بسم الله ما شاء الله، تسلم الأيادي، يسلمك ربنا ويحفظك. أمين 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 يا رب. اللهم صل على النبي عليك، اللهم صل على النبي عليك، الله يحفظك. أنا بشوف في قنوات كده وببص بشوف، لقيت اللي بيقول لك إيه، طبعًا هنعمل كيكة، وإحنا طبعًا عارفين طريقة عمل الكيكة. قلت تسلم تسلم يا شيف حسن، كان نفسي اجيبك في السماء واقول لك تسلم، هو هنبوس الايادي. ربنا يخليك يا حاجه ميرفت. ربنا يخليك يا شيف حسن، ربنا يخليك يا مالك. صباح الفل يا حاجه ميرفت. صباح الفل عليك. تعالى ما نعمل بالبريكفاست هوت دوج اللي هو الصغير، الكبير لا، تعالى نعمل بده. صينيه مدهونه ماده دهنيه، قطعت شرايح كده، اروح جايه ملمعاها بسائل التلميع. ليه يا حسن؟ بعد ما قطعت شرايح بتلمعي عشان اثبت عليه. واروح جايبه البريكفاست ايه؟ هوت دوج. واروح جاي مثبتاه كده يا السور، ولفي لفي 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 لف اهو، حلزوني اهو حلزوني، افكار كتير اهو قدامك اهو زي ما انت شايف كده حاج عصام اهو يا جمالك. وروحي جاي قافلاه كده وحطها كده اهو. تعالى بقى بعد كده نجيب التاني، اهم حاجه زي ما انت شايف تلمعه بسائل التلميع عشان يثبت عليه اهو، ولفه حلزوني، وخلي باين من الطرف ده حته صغيره، والطرف ده اهو قدامك، وشد شد 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 واقفل كده اهو. تعالى نحطها جنب اصحابها، كل خطواتك قدامك اهو. يبقى عملت لك بالجبنه وعملت لك بالهوت دوج، دلعي عيالك زي ما انت عايز. خطواتك اهو كلها قدامك، تعمليها كلها، تعملي نصها تبيني حته منها، دلعي العيال زي ما انت عايز، موتي الحته دي في الاخر كده يا جمالك. قدامك اهو التفاصيل، واحدة واحدة كده اهو زي ما انت شايف، ابرم ابرم وثبت على بعض، وتكون ملمعها بالبيض عشان تثبت معاك. هنلمعها ونديها حبة البركة، نديها زعتر زي ما انت عايز. قدامك اهو، اهم حاجة موت دي اهي، موت دي. وتعالى اهو تلاقي فكة ديترو عاملها كده، تعالى اجيب اهو واعمل لك اشكال تانية كتيرة زي ما انت عايز. الشكل اللي انت عايزها ممكن تعملها شكل سمبوسه، اه تقدر تعملها مربعه، تعملها مربعه زي ما انت شايف كده قدامك اهو. حاضر موت اهو يا سي يا جماله، ثبت كويس الهوت دوج بتاع الفطار الصغير، واحده واحده كده اهو، واحده واحده. سائل التلميع جاهز، وعندك حرية اللي انت تحطيها، عايزة تخليها كاملة كاملة، عايزة تعمليها كده زي ما انت. لمعي بسائل التلميع، وعندك بقى حرية الايه؟ التوبنج اللي فوق، تحط جبنة، تحط زعتر، تحط سمسم، تحط حبة بركة، تسيبها فاضية زي ما انت عايز اعمل. يا جمالة تعالى دلع كده اهو شوية زعتر، تمام؟ فرن على درجة حرارة 180. تعال اهو، تعال شوف الجبنة، بتقول لك يا تفاصيلها، أنت فين؟ يا جماله تعال نكمل أشكال كتيرة. عندي إيه؟ زي ما أنا شايف كده هعملها مربعة، مربعة أهو، أخلي القطعة مربعة
زي ما انت شايف اهو، تقطيع مربع، واجيبها قدامي هنا كده، واروح جايب قطعة كده وقطعة كده وقطعة كده وقطعة كده، خد بالك من التفاصيل، قطعة كده وقطعة كده وقطعة كده وقطعة كده، واحدة واحدة كده مع بعض، كل التفاصيل قدامك اهو، واروح جاية عاملة حتة تانية عشان يبقوا ايه ست حتت لكل ساق، اربعها برضو واجيبها برضو اهو عشان احشي العدد بتاعك، تعملي اللي انت عايزاه. بتقال عجة نانسي. قطعتيها، عندك حشوات ايه؟ تونة، عندك حشوات جبنة، عندك حشوات ايه؟ لحمة باردة. بس قبل ما تعملي الكلام ده نعمل ايه؟ ألمع، ألمع من ايه كده اهو، عشان ألحم التلعيمة، عشان ألحم ما اجي اقفل ألحم، خطواتك كده كلها قدامك اهو، لمع كل خطواتك كده قدامك، وبعد كده احشي. هنحشي ايه؟ جبنه بالخلطه، جبنه بالخلطه اهي، بص جبنه بالخلطه عامله ازاي، ادي قدامك اهو، ادي الجبنه بالخلطه، وادي جبنه بالخلطه، وادي جبنه بالخلط، احتاري واختاري كل الاوضاع قدامك اهو، واحده واحده كده مع بعض، جبنه بالخلطه، كل التفاصيل قدامك اهو، وتعالى بعد كده نقفل. يا جمالك يا حاج ياسر، اجيب الصاج بتاعي وتعالى نقفل الصاج، مدهون طبعا يا جمالك، اقفل لك من هنا، تعال اهو تجيب الفرده دي وتسيب فرده، واهو تسيب فرده وتضرب فرده، تسيب فرده وتضرب فرده، قدامك اهي بقت عندنا العلامه، بص عليها، تعال اهو وتسيب فرده وتاخد فرده، وتسيب فرده من التقطيع وتاخد فرده، وادي اهو قدامك اهو، بص يا تريكاتك اهو، واحده واحده، تسيب فرده وتاخد الفرده العكسي، وتسيب فرده وتاخد فرده، بص عندك من فوق كل التفاصيل قدامك اهو، فادي فرده وادي فرده الثانيه، واحده وواحده، وتسيب دي وتاخد دي وتاخد دي وتسيب دي، بص عليها الايه المروحه بتاعتنا يا جمالك، واحده واحده كده اهو، واحده تسيب واحده وتعمل واحده اهو، بالتفاصيل قدامك اهو، دي اخر واحد تفردها، هات اللي جنبها كده عشان في الاخر تعمل كده، ولو تهتي ده عجينه، ده عجينه ما فيهاش اي مشكله، تعملي فيها اللي انت عايزاه، يعني لو تهتي ده عجينه، ما تسيب ما تقلقيش يعني، اخر حاجه اهو، وتعالى الصاج بتاعي مدهون مدى دهنيه، تعالى كده نشوف واعمل حساب ان هي تكبر، مش هتتخمر، ما فيهاش خميره ولا فيها بيكنج باودر، تفاصيلك كلها قدامك اهو، واحده واحده كده، وبعد كده ألمع وبص على الفرن، لمع من فوق بسائل التلميع، فرن اللي تحت جاهز، أدخل الفرن، قدامك التفاصيل أهو، لمع قدامك أهو التفاصيل أهو، من العندي قبل العندي، تعليمات، تعال بص سمسم، عايز تحط شوية حبة بركة دلع، دلعي اللي أنت عايزاه، تعالى ما دخل الفرن، يا جمالك اللي فوق، يا جمالك كله قدامك اهو، مفيش حاجه من وراك، تعالى بقى نعمل بحشوه، خلصت، كنت اتمنى اعمل معاك اشكال كتيره، لكن التريكات والحركات لها ناسها، انتظروني. وعدنا والسبيشال كله عندنا، بدانا حلقتنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، استكمالا لمهرجان باك تو سكول عندنا مش في اي حته ثانيه، بتكنيكها بحركاتها وتكاتها، ونحترم الموازين ونحترم التكنيك، في الاخر تطلع عجينه فتاج مورقه وتنفع معايا في الملفي بانواعه، في انواع السيليزون، في كل انواع الباتيه، تعملي منها ام علي، تعملي منها ابل باي زي ما انت شايفه.
تعملي على شكل سمبوسه، تعملي على شكل رول، تعملي على شكل مروحه، تعملي على شكل نص دايره، تعملي راون، تعملي زي ما انت عايز. قدامك اهو، كل يوم اعملي صنف لعيالك من الاصناف وحطهم لهم في اللانش بوكس بتاعهم عشان عيالك ما يجيبوش حاجه من الكانتين، وتكوني ضامنه في الايام اللي احنا فيها بتاع دي. وعيش عم ياسر وعيش كل ساده مشاهدينا. واختاري في عمل البتيه. بنشكر كل الساده مشاهدينا في جميع انحاء العالم، بنشكر كل طاقم الحياه، بنشكر طاقم الشيف حسن. بكره نشوفكم في حلقه خاصه من برنامجكم اكلات وتكات شيف حسن على قناه الحياه من واحده لاثنين. هتروحوا فين؟ حركات تكات اكاديميه هنا مش في اي حته تانية. انتظروني.